إذا لو عندي 1 روتر إندكشن موتور راح يكون في عندي 3 تيرمينالز اللي هم ستيتر وهدول راح أحط عليهم R و S راح يطلع معي كمان 3 تيرمينالز هذا هو الواوند روتر هذول راح ينزلوا طبعا على السليب رينجز وراح اخذ عن طريق البرش الاوتبوت هذا راح كمان على السليب رينج هذا راح يروح كمان على السليب رينج راح اخذ عن طريق البرش اوتبوت راح نيجي نعمل الان راح ناخذ مجموعه ريزيسترز خلينا ناخذ 3 ستيجز او 4 ستيجز هلا لما نيجي نشغل بكون عندي هذا الكونتاكت فاتح وهذا الكونتاكت فاتح وهذا وخلينا نسمي هذا تي 1 زي تايمر يعني طيب هذا نسميه تي 1 هذا تي 2 هذا تي 3 هذا تي 3 هذا تي 2 هذا تي 1 تي 1 تي 2 تي 3 اوكي لاحظوا بعدين شو عملنا؟ سكرنا الدائرة من هون، فعندي هلا مقاومات، مقاومة مقاومة مقاومة، 9 مقاومات وعندي هون وفي عندي 3 كونتاكترات. هلا السيكونس اوف اوبريشن، نبدأ بنسكر الكونتاكتر اللي هون الانبوت سميها سي كمان إذا بدك نفس الإشي. وعندي هون سي، وسي هاي مشبوكة هون مع بعض، طبعاً تي هدول مشبوكة مع بعض. وتي مشبوكة مع بعض. وتي مشبوكين مع بعض. أول خطوة ايش؟ وان فيرست ستيب. بنسكر سي، ما بنعملش شيء هون. إذا خليت هدول الثلاثة مفتوحين أو التسعة مفتوحين، أي ريزيستنس بعطيني أعلى ريزيستنس ولا أقل ريزيستنس؟ أعلى ريزيستنس. فبنيجي على سبيد تورك كيرف بنلاقي إنه عندي هون وهاي اللي هي أول ريزيسترز إن. بعدين الخطوة الثانية السكند ستيب. إذا الفيرست ستيب سي اون بس هلا بدا يتحرك بهاي ستارتنج تورك هلا راح اعمله بعدين راح نسكر تي 1 راح نشغل تي 1 إذا سكند ستيب تي 1 اون فراح يتحرك الكيرف بهذا الكيرف من هون ولو فرضنا عملتها عند النقطة هاي راح ينتقل هيك عفوا راح ينتقل هيك ينزل هون هيك بعدين بشغل تي 2 بعدين بشغل تي 3 فهي الكيرف مثلا لما اشتغل تي 2 واخر شيء لما اشتغل تي 3 شو ضل عندي من المقاومات هذول؟ ولا شيء وهي ميزه انه المقاومات هذول بيحموش كثير لانهم ما بمر فيهم كرنت الا فتره قليله عند ستارتنج وهي اخر شيء هون وهذه هون هاي اخر ستيج اللي هي 3 2 1 ستارت من هون فاذا هلا رسمنا هاي بنتقل اول شيء بديت على هات انتقلت على هات مثلا فرضا بعدين انتقلت على هات بعدين انتقلت على هذا اللي هون لاحظوا هذا مش زمن فما بقدر اقول لك انه عند النقطه هاي عند السرعه هاي بس مش عند الزمن هذا ايش الاكسس؟ سرعة فصار عندي اذا نرسمه بخط ملون اذا نرسمه بقلم ملون اذا نرسم هذا هلا خط ملون من هون ببين معنا مثلا راح ارسم جنبه هاي تحرك هاي صار عندي كانه هذا سبيد تورك جديد احنا اخترعناه خلص هلا هيك بضل شغال على هذا فانا استفدت من هاي هذا كان كانه سبيد تورك جديد كانه احنا صنعنا سبيد تورك بس شو عملنا؟ ضربنا الكونتاكترز او شغلنا الكونتاكترز بالوقت المناسب هذه كانت ميثود اوف ستارتنج مستعمله بالستينات سبعينات لا تستخدم الان السبب وجود رجوع الواند روتر اندكشن موتور ايش؟ ليش رجع له اهميته؟ بالوينتر تايمز. طب دكتور طب بسوي مشبوك هيك على الستار صح؟